نروح دلوقتي سريعا بقى لزميلتنا منى الشرقاوي، موجز اهم واخر الانباء. شكرا لك رجائي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية متجددة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته 7 تحت شعار المياه والمناخ، بناء مجتمعات قادرة على الصمود. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في مصر بنسبة تتجاوز 98%. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة 7 على التوالي خيام النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وذلك وسط قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن القصف أسفر عن وقوع 4 شهداء وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينها حالة خطرة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد 22 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وفي غرب مدينة غزة استشهد 5 أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ بعدما استهدفوا بمسيرة إسرائيلية. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجوما بطائرات مسيرة شنه حزب الله على قاعدة عسكرية قرب بنيامين جنوب حيفا أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة آخرين بجروح بالغة. من جانبه أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 67 جنديا جراء انفجار المسيرة جنوب حيفا، من بينهم 4 مصابين على الأقل جروحهم خطيرة. كما أوضحت مصادر إسرائيلية أن المسيرة انفجرت في معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي من دون سماع صافرة الإنذار. أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت وحداتها العسكرية المنتشرة على خط الحدود مع الجنوب في حالة تأهب قصوى لإطلاق النار. وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن أوامر صدرت لثمانية ألوية مدفعية مسلحة بالكامل بأن تكون على أهبة الاستعداد لإطلاق النار، وكذلك لوحدات عسكرية أخرى، وذلك بتكثيف المراقبة بينما تم تعزيز نقاط المراقبة الجوية في العاصمة بيونغ يانغ. أطلقت الصين مناورات عسكرية تهدف إلى تطويق تايوان من خلال نشر طائرات وسفن حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الصينية. وقالت بكين إن الهدف من المناورات التي أطلق عليها اسم السيف المشترك هو اختبار القدرات العملياتية المشتركة للقوات. من جانبها أعلنت تايوان أنها نشرت القوات المناسبة ردا على إطلاق الصين للمناورات العسكرية. وختاما مع وصول بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى موريتانيا لمواجهتها في 7 مساء غد الثلاثاء في الجولة 4 من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. ويكفي الفراعنة التعادل بأي نتيجة في هذه المباراة لضمان التأهل إلى كأس الأمم 2025 والتي تقام بالمغرب. نهاية موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.